مش هينفع اطلع بالمنظر ده يا جماعه. مثلا بالعكس بقى، انت تطلعي بالمنظر ده عشان تكسري ترند الانفلونسرز اللي دايما طالعينها مين كده دول. صح. ايوه لا صح. لا ايوه يلا يا زينه بقى، يا مزه مش جلسه، انت اصلا قمر. اه هاي يا جماعه، انا ما كنتش كويسه، وبصراحه انا لسه مش كويسه، وعارفه طبعا ان انتوا مش متعودين ان انتوا تشوفوني كده خالص، بس انا بني ادم و I have my insecurities و I have my ups and downs، وزي ما كلامكم الحلو بيأثر فيا، كلامكم الوحش بيأثر برضو. انا جاي عشان اقول لكم النهارده ان انتوا تفتكروا ده، انا مش بس مجرد شخص على سكرين وخلاص، وعارفه متاكده ان كل واحد فيكم برضو عنده مشاكله وعنده الحاجات اللي بتضايقه وعنده نقط ضعفه. فبليز يا جماعه شيرت معايا في الكومنتس عشان نشجع بعض وعشان ما نحسش ان احنا لوحدنا. ودلوقتي انا والبنات عازمينكم على نوع جديد من البارتيز.